شيماء شتا، فنانة شغل بالقواقع، مشغولات يدوية وأكسسوارز ويعني منتجات مختلفة من القواقع. بتعامل مع الغير حي من القواقع بالذات طبعا احتراما للبيئة، وبلاقيه في رمان شواطئ البحر الأحمر، وعندنا طبعا نوعيات جميلة جدا الحمد لله. و يعني تعاملت معاها من 12 سنة، ابتديت أجمعها وأضفت إليها بعض القواقع الموجودة في السوق فعلا بتتباع، وعشان تخش في أعمال فنية وتطريز عملت براند اسمه كونكو بمعنى القوقع، واللوجو بتاعه يعني رمز قوقع البكتين. قوقع البكتين ده أو صدفة البكتين بتاعت البحر الأحمر، عشان كده لون الرمز بتاعنا احمر. ابتديت زي بقى كل الناس تتمشى على البلاج، وبتلاقي سبحان الله خيرات حلوه يعني، وبما اني يعني في الاصل كده يعني عندي ميول فنيه، فحبيت ان انا عملت مرايه. في البدايه ابتديت زي كل الناس عملت مرايه يعني، وبعدين ابتديت لما اشتريت بقى قواقع نادره من بره جاي من المحيط الهادي، وكانت حاجات مميزه قوي واحجام كبيره، ابتديت احطها في تابلوهات. فطبعا الناس كتير من اصدقائي وكده ابتدوا يشوفوا الشغل ده ويقولوا لي ده جميل قوي، ده مميز، طب ليه مش بتعملي يعني تابلوهات وتعملي تسوقيها او يعني تعملي لنا وكده. فابتديت الحقيقه كولكشن 13 قطعه كده، حطيتها على السلم عندي. وبعدين فكرت فعلا بس السنه اللي فاتت بعد 12 سنه يعني بحث وتجميع في الكولكشن وكده، السنه اللي فاتت بس الحقيقه قلت هعمل بقى براند اسمه كونكو بمعنى القوقع من علم الكونكولوجي. ويعني لقيت الناس حابه يعني ناس كتير قوي بالذات السن الصغير والاطفال يمكن بيحبوا القواقع لكن ما بيبقوش عارفين يعملوا بيها ايه. فالحمد لله يعني في 20 منتج طلع خلال سنه، ويعني ادى افكار لناس كتير وشباب كتير يعني كنت قريب في جامعه من الجامعات قالوا لي احنا عايزين نعمل ده، عايزين نتعلم ده ونعمل ده، افكار حلوه واول مره نشوف مثلا القواقع بشكل مختلف يعني غير اللي معتاد. الانواع لا تعد ولا تحصى. يمكن طبعا انا حبيت ان انا اعرف اكتر، فاستعنت بقواميس عن القواقع البحر الاحمر، واشهرهم قاموس دكتوره ماريلين روشمور اسمه سي شيلز اوف ايجيبشن ريد سي. ده الحقيقه مرجع هايل لان بقدر ان انا اتعرف على كل نوع، يعني النوع ده مثلا اهو وبقدر اعرف كمان مدى ندرته والاماكن اللي بيتلاقى فيها، اسمه العلمي. احيانا اسمه العلمي بيبقى شويه كومبليكيتد، فانا بديله اسم مبسط عشان انا اقدر اناديه اتكلم معاه. اشهر اسمائهم عندنا مثلا في منطقه مرسى علم قوقع الناس كلها عارفاه لانه كان بيبقى طفايات زمان، اسمه ماكسيما. يمكن ده حجم كبير قوي منه بس هو شكله معروف. دي الماكسيما. في اصناف محببه عندي، يعني في صنف انا يعني برشحه انه يكون عن جداره يعني انا مسميها فينوس لان هو خطوطه ناعمه قوي، والجميل فيه سلقته ان هو مثلا وسط 10 قواقع او 20 قواقع ممكن تلاقيه ما تلاقيهوش مكسور. قواقع الخليج العربي طبعا انا من ضمن يعني عشقي للقواقع الاحجام صغيره جدا، يمكن دي تبان مثلا في حاجه زي كده، دي كلها قواقع بس يعني حجم يعني صغير قوي يعني ده كبير مثلا، انما ده اصغر كمان. فدبي الحقيقه فيها حاجه غريبه جدا، ان يعني القواقع بتاعتها كلها معظمها بامبا، لونها بامبا بدرجات مختلفه وموف، واحجامها صغننه ما تلاقيش احجام كبيره على الفلاش. فبستخدمها في الاكسسوارات بقى، يعني دي بتخش في الاكسسوارات، وبجيب من امريكا برضو الحجم الصغنن قوي ده، احيانا بيبقوا عاملين له كده تلوين خفيف بس بيفضل محافظ على شكل الرسومات الطبيعيه بتاعتها.